الله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين انكشفت له الحقائق. ولهذا كان العباس يحظى بحظوة خاصة عند المعصومين، جميع المعصومين ما ذكره معصوم إلا ذكره بجلالة قدر. ونعطيك رواية واحدة، وهذه الرواية لا أستطيع أن أتخطاها لأن رواية عظيمة فيها دلالات. ليلة 21 من شهر رمضان أمير المؤمنين اجتمع بأولاده جميعا وأوصاهم من جميع زوجاته، ثم قال لهم يلا أولادي راح نسوي جلسة مغلقة معصومية خاصة، لا يبقى عندي إلا أولادي من فاطمة، يعني الحسن الحسين زينب أم كلثوم. تقول الرواية فخرج أبناء أمير المؤمنين تباعا، محمد جعفر عون فلان فلان. لما أراد العباس الخروج امتدت يد أمير المؤمنين إليه وأمسكه من يديه ونادى بني عباس اجلس فأنت ابن فاطمة. بنوة مقامية، يعني من شدة تهذيب لنفسه وبصيرته والتصاقه بالمعصومين أصبح تالي المعصوم، صار يستحق أن يكون أن تكونه البنوة للزهراء عليها السلام. عجل ليش ترفع كفينا في القيامة وتقول احكم بيني وبين من قطع كفي مو العباس ابني؟ ليش يا زهراء؟ لأن بقطع هاتين الكفين انكسر ظهر الحسين، بقطع هاتين الكفين تلوت سياط شمر على ظهر زينب، بقطع هاتين الكفين قتلت رقية في الشام. قال لي عباس اجلس اجلس عندي كلام طويل وياك ابو فاضل. ابتاه لبيك يا علي، ماذا تريد ابتاه؟ من تنزل نهر الفرات اتذكر اخوك حسين، من تنزل نهر الفرات اتذكر اخوك حسين واتذكر علي السجاد وسكينة يا نور العين واذكر عطش عبد الله يحوم عليه طير البين. قال لي يا الأبو وافي ولو قطعوا إلي شفه. ووضع يد زينب في يدي أبي الفاضل وقال بني عباس هذه وديعة الزهر عندك. ثم التفت إلى زينب، بني زينب لكن يوما ما ستفترقان. قالت أبتاه أنا أفارق العباس أم هو يفارقني؟ قال لا أنت تفارقينه وهو جثة بلا رأس. تمشين عنا برض الأطفاف وقلبك من الحسرات ملهوف، تشوفينهم قطع بالسيوف مرمي بلي يا راس وتشوف. ولهذا كان الأعداء يحسبون للعباس ألف حساب. شمر دخل على عمر بن سعد ليلة العاشر من المحرم، ماذا أعددت للحسين وأصحابه من حرب؟ قال إحنا 30,000 ما نحتاج إلى خطة. فقام يرتجف على قدميه أفي غفلة يا ابن سعد، إن مع الحسين ليث لا يقهر، إن مع الحسين سيف لا يكسر، إذا أردت أن تكسر ظهر الحسين وتهدم عمود خيمته عليك باستمالة أبي الفضل العباس. كتب له الأمان جاء وقف أمام المخيمات، أين أبناء خولتنا؟
العباس نكس راسه خجلا من الحسين، قال أخي عباس أجبه ولو كان فاسقا. جاء العباس مع إخوته، ماذا وراءك؟ قال هذا صك الأمان من الأمير لك ولإخوتك. فتحاضر الدموع أبي الفاضل على وجنتيه، الله أكبر، الحسين اللي أمان لأهل العالم لأهل الدنيا والآخرة لا أمان، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ اذهب لعنك الله ولعن أمانك. ورجع إلى الحسين خبر بالمقالة، اسمع اسمع، هذا أمر للتاريخ، الحسين يريد يبين أن العباس لم يكن مجبرا، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لو صدر من الحسين فهو أعظم من العمد الذي نزل على رأس العباس. شنو قال له؟ تحاضرت دموعه على وجنته وقال عباس أخي أنت وإخوتك في حل من بيعتي. شقد صعبة هالكلمة هذه. وإذا العباس ينهار على قدم أبي عبد الله، قال أبا عبد الله وين روح؟ أبي أنجبني لمثل هذا اليوم، ما قال أبي لعمي اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب، ليش؟ لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي. أبا عبد الله أنا ذلك الغلام، هذا اليوم يومي. ويحوم على مخيمات أبي عبد الله، اسمع اسمع، يحوم على مخيمات الحسين وإذا به يرى، تقول الروايات رغم أن كربلاء مكتظة بالجيوش 30,000، إلا أن زينب وأخوات زينب كن ينمن قريرات العين ما دام راية العباس خفاقة. عباس يا حامي الضعينة والحرام، بحماك قد نامت سكينة في الخيام، صرخت ونادت يومئذ سقط العليم، اليوم نامت أعين بك لم تنم. يعني عيون الأعداء نامت لكن عين زينب ساهرة. بعدك أبو فاضل. وإذا يشوف منظر يفطر القلوب في الظهيرة، امرأة متجلببة بالسواد تدخل خيمة وتخرج إلى أخرى فزعة مذعورة. وقف يا حرس خيام حسين على مهرة يدير العين، لن ينظر أشد منظر يشطر كل قلب شطرين. شاف سكينة من خيمة إلى خيمة تجرونين، ناداها بحنان وقال إيش صاير يا بنت حسين؟ ما ردت ولا بكلمة، بس رفعت له الإيدين، شاف الطفل عبد الله ضامي غاير العينين. شوف الطفل يا عمي أصفر ذابل الشفتين، حالة مزق فادي خوفي نفقده الحين. شنو رد العباس؟ ضمها وضم أخوها وياه وناداها يا نور العين، اسمع اسمع، وناداها يا نور العين أجيب الماء يسكينا ولو كلفني يتشفل. ولو كلفني سهم العين. صاحت يا عمي والذخيرة يا عز الصغيرة والكبيرة، كل النساء صارت بحيرات
والماي انا ما اريد غيره. ما تحمل ابو فاضل، اخذ بيدي سكينة ودخل خيمة الحسين وانكب على قدمه. ما وراءك ابا الفاضل؟ قال يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانه وشوفته والله شعبت وحال العزيزة وحال أخوها شلون يجذب الونا والرضيع يدير بالعن. يلا يلا ها مقطع الدعاء أعزائي. تقول الرواية الحسين أخذ يقسم بين نظراته بين الرضيع وبين العباس، ثم قال أخي عباس رضيعي عزيز لكنك أعز، أنت تنتهك بقتلك حرمة الإسلام. العباس أصر. تقول الروايات أرخصه الحسين رخصة محددة فقط لطلب الماء مو للقتال أبدا. لكن التفت، تقول الروايات بمجرد أن نزل إلى المعركة وشهر سيفه انجفلوا من بين يديه واستحوذ على المشرعة. خل قلبك ويا أبو فاضل، ثلاثة أيام ما ذاق الماي وخايض معركة وثقل الحديد، فغرف غرفة ليشرب الماء. بس غرف عباس من ماي الفرات، بس غرف عباس من ماي الفرات، راد يشرب شاف صورة تكلمه، خجل ذب الماي وانصاب بذهول، شاف وسط الماي صورة فاطمة. هذا موقف يبين عظمة العباس. لكن موقف آخر يسوقه حميد بن مسلم عندما سقط العباس مناديا أخي حسين عليك من السلام. اسمع ماذا يقول حميد بن مسلم: رأينا الحسين قد جاء ونزل من على صهوة جواده وحمل شيئا نفضه قبله، ثم مشى خطوات حمل شيئا نفضه قبله، دققنا النظر وإذا بهما كف يا أبي الفاضل. ليش شالينهم أبو؟ لماذا؟ ثم وقف على ذلك العمد العظيم، على ذلك الجبل الشامخ، فرآه مقطوع الشمال واليمين مرضوض الجبين، السهم نابت في العين، فنادى الآن انكسر ظهري. جاءت فرقة من جيش ابن زياد تصفق على الحسين شامتا، نادى أخي عباس الآن شموت بي عدوي، أعتب على السيف الذي قطع يمينك، لو عالسهام اللي سطى في وسط عينك، لو على العمود اللي هشم غرة جبينه. راد يحمل العباس إلى المخيمات، قال لا لا أبا عبد الله دعني، عندي اعتذارات متعددة، عندي أعذار ما أقدر أرجع. صحت يا أخويا ادخيلك إلى الخيمة أبا شيلك، تجي لو زينب تجيلك وتشيلك من على الرمضة. اسمع 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 اعتذارات العباس. قال يا خويا لرفعت جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت في المدينة امي تقول البطل ما وفى. بعد بعد عندي عذر ثاني أبا عبد الله. شنو عذرك الثاني؟ اسمع اسمع. ولو شافتني سكينة
تقول الماي في وانا يا عم العطش ما ذينا وحان من العطش حيني. بعتيد عذر ابو عبد الله عندي عذر ثالث. ولو ام الطفل جتني تنادين العطش فتني ورضيعي طاح من حضني ولا غمضت جفنيني. لكن ابا عبد الله العذر الرابع اعظم الاعذار. شنو عذرك الرابع ابا الفاضل؟ اسمع اسمع ماذا قال. ولو ارجع للمخيم وراسي بعمد مهشم شنو يصير ابو فاضل؟ قلب زينب بيتحطم اذا شافت سهم عيني. ولو ارجع وانا مخضب وشافت حالتي زينب وشايف احضنها من تنحب. ليش ما تحضنها ابو فاضل؟ وانا مقطوع شفيني. وابو فاضل يقل للسهم ما ذيني سامحني وشيل السهم من عيني وقوم وشوف طاحت وين شفيني. فك عيون خيا والسهم شاله وسالت من عيون دموم سياله وظل يمشي على البيرق وشياله. بيت الدعاء ابا الفضل انا رايح امشي ما عليه. لكن عندي سؤال محيرني ابو فاضل لازم تجاوب عليه. شنو السؤال ابا عبد الله؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعه؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون ابو فاضل تراوى ينسى ابو ساكنة ورضيعة. عصب راس خيا وصفق جفوفه وعود للمخيم زينب تشوفه شافت راية العباس ملفوفه. صاحت والله لو ندري الجفوف تروح عنا والله ما طلبنا الماي منه. الختام مع زينب تتذكر معزتها مع ابي الفاضل. اسمع هذا البيت. مدللني ومدلل خواتي مدللني ومدلل خواتي وبعدك ترى ضاعت حياتي خويا العطش يبس شفاتي ترضى الشمر يسحب عباتي.